إذا ندوزو للتمرين الرابع، غادي يكون على مبرهنة فيثاغورس والحساب مثلثه. إذا شنو قال لك؟ قال لك أ بي سي مثلث بحيث بي سي تعود أ سي 6 و أ بي 3 جذر 5. السؤال الأولي أثبت أن أ بي سي مثلث قائم بالزاوية، إذا مبرهنة فيثاغورس العكسية. إذا كيفاش كنبينو مثلث قائم بالزاوية؟ كنحسبو الأضلاع اللي عطاني، إذا عطاني بي سي كنعمل لها بي سي أس 2 كتساوي 9 أس 2 اللي هي 81. غادي نحسبو أ سي أس 2 هي 6 أس 2 هي 36، وغادي نحسبو أ بي أس 2 هي 3 جذر 5 أس 2 هي 45. إذا شنو لدينا؟ 81 كتساوي 45 زائد 36 حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية، فإن المثلث قائم الزاوية. إذا 81 شنو 81؟ هي بي سي أس 2، 45 هي أ بي أس 2، و 36 هي أ سي. إذا اللي كيتعاود هنايا هو أيضا قائم الزاوية في أ. قال لك ثم أرسم الشكل. إذا كيفاش غادي نرسموه؟ إذا عندي مثلث قائم الزاوية في أ، مزيان، ها هو مثلث قائم الزاوية في أ. إذا شنو غادي نرسم؟ غادي نرسم أ سي كتساوي 6، إذا ها هي أ سي، أ سي مثلا كتساوي 6، و أ بي كتساوي 3 جذر 5، 3 جذر 5 ما عرفهمش كيفاش غيحسب، يعني إما نعمل الماكينة أو غادي نشبر، غادي نطول واحد المستقيم بحال هكذا، وغادي نشبر 9 ديال السنتيمتر في بي سي، وغادي نجي لهنا وغادي نشوف 9 ديال السنتيمتر واش غادي تجيني هكذا ولا غادي تجيني هكذا. إذا نقولوا مثلا ملي عملت 9 سنتيمتر جاتني هي، إذا غادي يكون هنايا هي بي، إذا هذا هو أ بي سي مثلث قائم الزاوية فيها. بحيث أ سي عطاني 6، أ بي 3 جذر 5، و بي سي كتساوي 9. قال لك احسب السينوس ديال أ سي بي، إذا السينوس ديال الزاوية سي. إذا شنو كنفهمو حنايا على السينوس؟ إذا ديال الزاوية أ سي بي كتساوي لي المقابل، إذا نعمل لكم القاعدة هنايا، المقابل على الوتر. إذا المقابل ديال السي هو أ بي، والوتر هو اللي بغرض زاوية قائمة، يعني أطول واحد هو السي بي. إذا كتساوي أ بي عطاهاني هي 3 جذر 5، و بي سي ولا السي بي هي 9، إذا السينوس غادي يجيني هو جذر 5 على 3، يعني اختزلنا 3 مع 9. إذا قال لك اش المسقط العمودي ل أ بي سي، إذا المسقط العمودي كيجي عامل بحال هكذا بحيث كتكون هنا زاوية قائمة، إذا هذا هو اش. قال لك احسب المسافة أ اش، المسافة أ اش. إذا شنو عندي؟ عندي أ اش سي مثلث قائم الزاوية في اش، يعني إذا يمكننا نكتبوها أ اش سي مثلث قائم الزاوية في اش، مزيان. إذا السينوس ديال الزاوية أ سي أش، إذا السينوس ديال أ سي أش كيساوي السينوس ديال أ سي بي، كيساوي السينوس ديال أ سي بي، علاش نفس الزاوية متبدلاتش، والسينوس ديال أ سي بي واللي حسبناه دابا، مزيان. إذا غادي نعملو القاعدة ديالنا، إذا السينوس ديال أ سي أش فهاد المثلث هذا، إذا هو المقابل ديال السي، المقابل ديال السي هو أ أش، على الوتر في هاد المثلث هذا هو اللي بغرض الزاوية قائمة هو أ سي. غادي نعوضو، إذا السينوس ديال أ سي أش قلنا هو جذر 5 على 3، أ أش هي اللي كنفتشو عليها، و أ سي عطاهاني هي 6، إذا من تما غادي تكون أ أش كتساوي أ أش كتساوي 6 جذر 5 على 3، إذا 6 جذر 5 على 3، كنختزلو 3 مع 3 كتبقى لي 2 جذر 5. إذا نحن حسبنا المسافة أ أش، دابا نشوفو المسافة أش سي كيفاش كنحسبوها. إذا المسافة أش سي
اذا المسافه اش سي، اما نعمل الكوس او لا يمكن لي نعمل فيثاغورس مره ثانيه. اذا يمكن نعمل فيثاغورس، غادي نقول له ا اش سي قائم الزاويه في اش حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة. فإن الواتر اللي هو أصي في هذه الحالة كيساوي أأش زائد أش سي، كيساوي لنا أأش زائد أش سي. أأش أو لا أصي نعوضوها، جبرناها هي 6 عطاوها لنا. أأش هي 2 جذر 5 زائد اش سي اس 2، اذا 36 كتساوي 4 × 5 هي 20 زائد اش سي اس 2. اذا اش سي اس 2 هي 36 ناقص 20 هي 16. غادي نعملوا الجذر، يعني اش سي هي جذر 16 هي 4. اذا كما كتشوفوا هذا هو التمرين الرابع ديال الفيثاغورس مع الحساب المثلثي. طبيعة الحال اي استفسار خليوها لتحت في التعليق. نمروا الان للتمرين الخامس.